كيف أجمع بين محبة الزوجة أو الوالدين، يقول بين محبة الزوجة الكتابية أو الوالدين الكافرين وبين بغضهم؟ نعم، يقول كيف أجمع بين محبة، لا ما تحب الوالدين الكافرين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، ما تحبهم. إذا كان الوالدان كافران فلا تحبهم، ولكن تحسن إليهم من باب رد الجميل، لأنهم هم أحسنوا إليك في التربية وفي السعي عليك وإطعامك وأنت صغير، فترد الجميل عليهم. صاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. نعم، أحسن الله إليكم. ويقول كيف أجمع بين محبة الزوجة الكتاب وبين بغضها لأنها كافرة؟ محبة زوجية طبيعية، هذه ما هي محبة دينية، هذه محبة طبيعية ما هي محبة دينية. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول زوجك الكافرة لا تحبها من أجل دينها، إذا أحببتها من أجل دينها خسرت، لكن تحبها من أجل الزوجية، محبة طبيعية فقط. نعم،